تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جاءكم ما توعدون فضيلة الشيخ حازم، تفضل. هلا. شنو جاء؟ جاءكم ما توعدون. ماذا؟ أنا بسأل الشيخ ما موقف أهل السنة والجماعة من حرب روسيا على أوكرانيا، وهل سيشارك الشيخ بالحرب ضد روسيا بلحيته السوداء الجميلة تذكرني بقلب عمر؟ وحياكم الله ورحمة الله وبركاته. هيك مهور الشاشة، هيك أريدك دوما مهور وتضحك وتبتسم. ابتسم يا شيخ، لا تكن فظا غليظ كعمر. حياك الله، مع السلامة. مع السلامة. خلص. تخلف مصفى. نعم نعم. تجده مع كل عدو للمسلمين إلا أن يكون مسلما. نعم. ووقفوا دائما وعلى مر التاريخ، والتاريخ خير شاهد على هذا. وسبحان الله، والله يعني يوم القيامة ربنا مش هيسألني على روسيا ولا بوتين ولا أوكرانيا ولا عن القمح ولا عن البترول ولا، لكن سوف يسألني عن ديني. تجد الشيعي يدخل، ماذا فعل معاوية يوم كذا؟ ماذا هو ربنا هيقف يوم القيامة كده، هيوقفك حتى عن معاوية وفقط؟ انتهى كل شيء في الدين، ولا تجد إلا معاوية وإلا ما فعله يزيد وإلا ما فعله. يا رجل، سوف تحاسب الأول. ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ من النبي الذي أرسل إليك؟ ما الكتاب الذي عندك؟ سبحان نعم. الله. أيضا لدينا اتصال، تفضل. رب يكون شيعية، تغيير شوية. تاج راسك الشيعي، حياك الله. طبعا أنت تقول لا، ماذا فعل؟ لو سمحت، لو سمحت يفلوا عن هذا. عن أتعفف عن وصفه، والله تعفف عن وصفه. أنبهونا إلى آية في إبراهيم عليه السلام. نعم، هذا هو دينهم. أيضا لدينا اتصال، تفضل. طيب، أنا أريد أن أتسنن، في الله أهديني للتسنن. كيف أتسنن وكان عمر يشرب الخمر بعده؟ نعم. طب خلي 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 تفضل تفضل. الناس على شرب الخمر، وعندي روايه. لحظه ابقى معي باحترام، ابقى معي باحترام. انا اسميك شيعي. اسمع يا بابا، احنا مش هنا مش في تهريج يا بابا. اسمع يا بابا، الان انت مهرج، قل لي اسمع. اكلمك احترم نفسك، لا تفضل على لحيتك. طب ممكن تغلق اغلق على هذا، اغلق على هذا السفيه البذيء. هذا عباره عن سله زباله متنقله، سله مهملات متنقله. دعوه لنذهب فضيلة الشيخ للآيات، آية سيدنا إبراهيم التي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وإحنا ما معناش غير إخواننا يعني ما إيه طيب إيه أنت يا